أريد أن أبدأ كلمتي هذه قبل أن أعطي الكلمة للمتدخلين الآخرين بالترحيب باسم شبكة الليبراليين العرب لسائر الإخوة الذين جاءوا إلى هذا الحفل الحواري الكبير، الحفل الحواري الليبرالي الكبير من أجل تطارح الأفكار وتقديم الأفكار للنهوض بالحركة السياسية في البلاد العربية تحت إشراف ومساعدة الأحزاب الليبرالية العربية والقيادات الفكرية العربية، وهذا مطلب لجميع القوى الوطنية الديمقراطية في البلاد العربية. أريد في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الأممية الليبرالية السيد هانس فان بالن على تفضله بتخصيص وقت من برنامجه الضخم والمكثف ليشرفنا في هذه الجلسة بحضوره، وإن كان اقتطع هذا الوقت من برنامج جره من بروكسل وسيفضي به إلى أوروبا لمهام أخرى. فشكرا للسيد هانس فان بالن الذي عودنا دائما مساندته للقوى الليبرالية في العالم العربي ولعشقه وحبه للمغرب. مرة أخرى شكرا للسيد رئيس الأممية الليبرالية، وشكري موصول أيضا إلى الدكتور ميناردوس ممثل مؤسسة فريدريش نومان على دعمه ومساندته لشبكة الليبراليين العرب من أجل أن تقوم بتنفيذ برامجها في جميع أنحاء البلاد العربية. فشكرا للدكتور ميناردوس، وشكري أيضا موصول إلى مؤسسة مجلس المستشارين الذي تفضل رئيس هذه المؤسسة بتخصيص هذه القاعة التي هي رمز للحوار، رمز لتبادل الأفكار، رمز لبناء المواقف. وأعتقد أن في هذه الرمزية الثلاثية، رمزية دعم ومساندة العائلة الليبرالية العالمية، رمزية الحضور المكثف للقيادات الليبرالية العربية، ورمزية المكان، يمكن أن تعطينا شحنة إضافية للسير إلى الأمام من أجل تنفيذ برامجنا ومبتغياتنا. الحقيقة أن الموضوع الذي نتطرق إليه في هذه الفترة الحاسمة بالذات من تاريخ تطور الديمقراطية في البلاد العربية هو موضوع في غاية الأهمية، موضوع دور البرلمانات العربية وبالأخص دور الأحزاب الليبرالية في تحريك البرلمانات العربية. هذا الموضوع يحيل إلى مفارقة أساسية في الجسم السياسي العربي، وهي المفارقة التي أرادت للنشاط السياسي وللفكر الديمقراطي في البلاد العربي أن يظل لفترة طويلة فكرا تأمليا وصفيا لا يستند إلى الوقائع وإلى التجربة العملية. فالبرلمان هو إطار للتجربة العملية للديمقراطية، ووضع هذه المؤسسة موضع النقاش وموضع تطارح الأفكار وموضع التقييم والتقويم هو الذي يجعلنا اليوم أمام تحد ليبرالي جديد وأمام مسؤولية ليبرالية كبرى. كيف الوصول إلى هذا؟ أعتقد أن تشريحا للواقع السياسي ومسار الديمقراطية في البلاد العربية من شأنه أن ينير لنا بعض معالم الطريق. نحن نعلم أن البلاد العربية تعمل جاهدة من أجل الخروج من مرحلة التصور الديمقراطي وكيف يمكن بلورته إلى مرحلة التطبيق العملي للديمقراطية. هناك مثبطات كثيرة، وعلى رأس هذه المثبطات أن العديد من الأحزاب الليبرالية، الأحزاب العربية
ولا أقول الليبرالية، الأحزاب العربية التي استطاعت أن تصل إلى سدة الحكم أساءت بقدر كبير إلى المسار الديمقراطية، لأنها لم تعطي الصورة الحقيقية للقيم الليبرالية التي من شأنها أن تحمي المواطن في مكاسبه، في عيشه، في كرامته. وكان السلوك السائد هو سلوك القمع والقهر والاستبداد. هذه الحالة أعطت فرصة للمتطرفين ولدعاة الإسلام المغلوط في فهمه والظلامي في توجهه لأن يكونوا ملاذاً للفئات المقهورة سياسياً، مما جعلنا أمام وضع خطير. هذه التوجهات الظلامية أصبحت تكسب عطف الشارع، والذين أساءوا إلى الديمقراطية جعلوا المواطن العربي العادي يتبرم من الديمقراطية. ودورنا كليبراليين هو خلق هذه المصالحة بين المواطن العربي وبين الديمقراطية في أوجهها الناصعة وقيمها النبيلة. هذا التحدي هو الذي نشتغل من أجله اليوم في هذا المكان الرمزي كما قلت. فكيف يمكن لنا كليبراليين أن نقود هذه القافلة الإصلاحية، قافلة تقويم المسلك أو المسالك التطبيقية للديمقراطية؟ أعتقد أن النقاشات التي ستلي والبرنامج الذي هو موضوع أمامكم كفيل بأن يضعنا أمام تصور للبلاد العربية. بالفعل هناك بلدان جربت التجربة الليبرالية وذهبت فيها أشواطاً، قطعت فيها أشواطاً كبيرة، والمغرب أحد هذه البلدان، وهو الآن يجتاز تجربة يمكن أن تكون نموذجاً للعديد من البلدان العربية التي بها قوى ليبرالية، ولكن القوى الليبرالية اختارت أن تشتغل من منطلق الشتات والتفرق وتوزيع الجهود. في المغرب هناك اليوم جرأة كبيرة للقوى الليبرالية بأن تجتمع، بأن تتوحد، بأن تخلق قطباً ليبرالياً قادراً على رسم طريق التنمية وعلى رسم طريق الديمقراطية وعلى رسم طريق العدالة. هذا المسلك هو موضوع رهن إشارة الإخوة العرب لكي يناقشوه، وستكون لنا بلا شك فرص كثيرة للتداول بشأنه في لقاءاتنا القادمة. لا أريد أن أنهي وأنا أوصي بالتلخيص والاقتضاب دون أن أجدد شكري لإخواني الحاضرين ودون أن أبلغ أملاً، وهو أن نستطيع في نهاية هذه الفترتين من عمل هذه الورشة أن نصل إلى عقد بيان مشترك بين القوى العربية الليبرالية وبين إخواننا الليبراليين الأوروبيين من أجل توحيد الرؤى حول العديد من القضايا المشتركة ووضع استراتيجية عمل مشتركة في العديد من القضايا. لقد بدأنا بقضية الهجرة التي سنناقشها في النصف الثاني من يوم غد، وآمل أن تتسع هذه المجالات إلى موضوعات أخرى. أشكركم وأتمنى لهذا اللقاء مزيدا من التوفيق والنجاح، والسلام عليكم.